خلال الفترة الماضية تداول رواد مواقع التواصل العديد من مقاطع الفيديو والصور لمجموعة من الرياضيين يقفزون من نقطة مرتفعة مستخدمين مظلات خاصة. دعونا نشاهد. أغلب التساؤلات كانت عن اسم هذه الرياضة، خاصة أنها تشبه القفز الحر في الهواء قليلاً. تعرف هذه الرياضة باسم سكاي دايفينج، وهي تنتمي لرياضات بيز جامبينج أو قاعدة القفز. ماذا عن السبب تسمية هذه الرياضة بهذا الاسم؟ هو أن عملية القفز تكون على قاعدة ثابتة كقمة جبل أو ناطحة سحاب وغيرها، مستخدمين مظلات معينة مصممة من مواد خاصة ويضخ فيها كمية من الغازات التي تساعد على التحليق. شاهدنا معكم العديد من مقاطع الفيديو لرياضة السكاي دايفينج، وهنا يأتي سؤالنا: هل من الممكن أن تجرب هذه الرياضة إذا أتيحت لك الفرصة؟ بالتأكيد ننتظر إجاباتكم وأرائكم عبر صفحاتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.